لا يقبل العيد بمعاناة الازدحام المروري فحسب، بل بمعاناة الأسعار التي ارتفعت في هذا الموسم بشكل ملحوظ في ظل عدم تسليم الرواتب لكثير من القطاعات، كما يبين ازدحام المواطنين في مراكز البريد. لا رواتب ولا شيء، ولا أسعار مرتفعة لا فوق لا أعلى. يعني الحكومة تنظر إلى تلبية حاجة المواطنين وأن يوفروا الرواتب على الأقل في البريد. هنا في سوق الشيخ عثمان كبرى الأسواق في عدن لا تخفى شكاوى المواطنين ومناشداتهم للسلطات. السنة عادة زادت الأسعار، غلط، كل شيء غالي، خاصة الملابس، ملابس العيد يعني زي دي البدلة عليها بخمسة بسبعة بثمانية ألف. نعاني من ارتفاع الأسعار، لهذا السبب نحن نناشد الحكومة اليمنية أن يصرفوا الرواتب. العيد هذا نكد وضباحه كله، اشتو ثياب، اشتو راشان، اشتو كل حاجة، كل شيء غالي، كل الأسعار طلعت فوق والحكومة ضايع. فيما يبرر التجار ارتفاع الأسعار بانخفاض العملة المحلية أمام العملة الأجنبية وما يحدثه من فارق في أسعار المنتجات المستوردة. بس هي زادت شوية عشان الاستهلاك، فأغلب التجار الآن يستوردوا بالدولار السعودي، وقلة السعودي والدولار بالسوق اليمني ما في، أنه تشتريها بالسوق السوداء بزايد، تستوردها بزايد، فلازم تكون السلع عندك زايدة. الملابس والمواشي من أكثر السلع التي تشهد ارتفاعا في موسم العيد، فيما ينتظر المواطن الرقابة الرسمية على الأسعار وقبلها وضع الحلول لأزمتي العملة ورواتب الموظفين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.